شوف صورة حية من صالة واحد قبل الافتتاح. اتفضل يا سلام. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه حفل الافتتاح الخاص ببطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد رجال 2024. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا احنا في ارض الملعب من داخل صاله واحد بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي. يمكن خلينا استعرض لحضرتك سريعا طبعا يعني كل ما يخص حفل الافتتاح. يمكن حفل الافتتاح يعني خلاص يبتدي كمان 10 دقائق بالظبط، الساعه 6:30 حفل افتتاح هيبتدي الخاص بالبطولة. كمان هيكون في الأول السلام الوطني والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعد كده هيكون في زي افريكان دانس أو عرض خاص يعني بالبطولة، عرض يعني كل الأعلام للفرق كلها المشاركة في البطولة بالهوية الأفريقية. كمان هيكون في كلمة لدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأيضا دكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضه. بعد كده هيتم بدء على طول يعني عمليات الاحماء بالنسبه للاعيبه منتخبنا الوطني قبل بدايه المباراه اليوم. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه يعني هنا بدا يتوافد جميع جماهير المصريه على استاد او صاله واحد باستاد القاهره. يمكن لحد دلوقتي اتباع 4000 تذكره من التذاكر طبعا للمباراه، ويمكن مع بدايه المباراه ومع اقتراب موعد المباراه كل شويه بيزداد يعني اعداد الجماهير المصريه. فيمكن دي كانت كل الاجواء هنا يا كابتن هيثم من داخل يعني صاله واحد من ارض الملعب. طبعا يعني نامل او نتمنى ان شاء الله الافتتاح يكون يعني شيء يعني كبير يليق باسم مصر. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين الصاله يمكن